نعم معالي الوزيرة، العمل الثقافي دائما متكامل، يعني أيضا صفوف الحياة المختلفة. فكرة مميزات وأهداف عاصمة الثقافة. التكامل، هذا أنا بحب كلمة التكاملية. التكاملية تعني رؤية، تعني رسالة، تعني مشروع، وتعني سياسة، ثقافة، اقتصاد، وتنمية مجتمعية. تأتي كل هذا، التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية والمشروع التنموي الشمولي لمدينة إربد، للأردن، للعالم العربي. نحن نتحدث عن عاصمة للثقافة العربية بمعنى العاصمة العربية، وعندما نتحدث عن العالم العربي نتحدث عن مشروع تنموي. الإنسان في قلبه، المواطنة، إنسان المواطن، المواطن الذي يعطي، يعي حقوقه وواجباته، وحتى الإنسان يكون واعي لنفسه كإنسان كمواطن، يحتاج لمنصة تطلق له أفكاره، تطلق له إبداعاته. فإحنا من هنا ننطلق من أجل أن يكون المشروع الثقافي مشروع يعكس على المجتمع المدني، يعكس على المجتمع المحلي، يعكس على مفهوم الشراكة والتكاملية، اقتصاد، تنمية، تعليم، تعلم مستمر. التعلم المستمر قضية أساسية من أجل مشروعنا، من أجل أن نتطور ونبقى على الخارطة العالمية. نثق بقدراتنا في موروث قدمنا للعالم، قدمنا للإنسانية فكرا وثقافة وحضارة وفلسفة، وقدمنا الكثير. وعندنا مشروع تراثي، ولكن أيضا عندنا مشروع إبداع وابتكار، وعندنا مشروع صناعة ثقافية. فبالتالي نحن ننطلق من إربد عاصمة للثقافية من أجل مشروع تنمية شمولية تكاملية، ينطلق من إربد من الشمال الأردني ليطلق طاقاته بالشراكة مع الجنوب. العقبة موجودة أيضا معنا، بغداد موجودة، القاهرة موجودة، دمشق موجودة، فلسطين. اليوم نحن احتفلنا بعيد الاستقلال، في الاستقلال الأول في المئوية الثانية من عمر المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الاستقلال انطلق من المؤسسية الأردنية، من القيم الوطنية الأردنية، من الفهم الأردني لمشروع العدالة الإنساني والعدالة، عدالة القضية الفلسطينية. الموقف ثابت للدولة، للمملكة الأردنية الهاشمية، ولمشروعنا العربي الشمولي التكاملي. من هنا إن شاء الله أي حدا يزور إربد يشاهد ويعيش هذا المشروع التكاملي الإنساني، يشعر أنه في كل عواصم البلدان العربية، في كل بلدان، في كل المدن العربية، يشعر أنه في قلب مشروعنا الإنساني، ويشعر أنه في قلب حالة من الفرح والتجديد.